بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أبنائي بناتي طلاب وطالبات الشهادة الثانوية. معنا ومعكم اليوم درس جديد من دروس مادة التاريخ للثانوية العامة، وبنستكمل معكم شرح الفصل الثاني الخاص بمحمد علي والبناء في عهد محمد علي، وبنستكمل معكم البناء التعليمي في عهد محمد علي. محمد علي في التعليم اتكلمنا عن البعثات والمدارس وديوان المدارس، واتكلمنا عن انشاء مدرسة الألسن. مدرسة الألسن دي اللي اشار عليها رفاعة الطهطاوي زي ما احنا قلنا لمحمد علي، واتعملت وكان ليها دور في الترجمة وتدريس اللغات. بعد كده للأسف محمد علي بعد معاهدة لندن وتطبيق معاهدة لندن وفرماني 41 كان ليها أثر على التعليم في عهد الخلفاء محمد علي. طبعا هنتكلم عنه مع انهيار سياسة تحت قاعدة. دول أوروبا مش عاجبها سياسة محمد علي الاقتصادية ديت، فيقفوا ضده من خلال تطبيق معاهدة عملوها اسمها معاهدة بلطة الإيمان. يبقى دول أوروبا وجدوا ان سياسة الاحتقار تعتبر عائق، فعملوا ايه؟ قرروا القضاء على سياسة الاحتقار، فعقدوا مع السلطان معاهدة اسمها معاهدة بلطة ليمان. هذه المعاهدة بتنص على الغاء الاحتقار في خلال سنة، لان محمد علي منع اي تاجر اجنبي يجي لمصر. محمد علي طبعا المعاهدة بتنص على الغاء الاحتقار في خلال سنة، هيتعملت سنة 38 بحيث محمد علي يلغي الاحتقار سنة 39. ماذا كان رد فعل محمد علي؟ محمد علي رفض هذه الاتفاقية وقرر عدم امتثال لأوامر انجلترا اللي عملت المعاهدة دي مع السلطان. ليه؟ لأن محمد علي يريد الحفاظ على قدرة مصر على تسويق انتاجها في الخارج. دول أوروبا استغلوا ان في أزمة سياسية بين محمد علي والسلطان العثماني، وراحوا موقعين مع السلطان معاهدة لندن ضد محمد علي. في هذه المعاهدة كان من ضمن نصوصها ان لازم محمد علي يطبق وينفذ معاهدة بلطة ليمان، وفعلا تم فرض معاهدة لندن على محمد علي بسبب ان دول اوروبا تحالفوا ضده مع السلطان وهزموه وخلوه يوقع على معاهدة لندن. وطبعا كان من ضمن نصوص معاهدة لندن ان يتم تطبيق معاهدة بلطة ليمان، وبناء على تطبيق معاهدة بلطة ليمان ايه اللي حصل من خلال معاهدة لندن؟ يلا نشوف. يبقى ممكن نجيب سؤال اقول ما النتائج المترتبة على تطبيق معاهدة بلطة ليمان من خلال معاهدة لندن على الاقتصاد المصري؟ هنقول اولا اول نتيجة هي 1 بداية دخول الاستثمارات الاجنبية الى مصر، 2 سيادة مناخ الحرية الاقتصادية واتباع سياسة الباب المفتوح، 3 ودي أهم حاجة سقوط نظام الاحتكار. يعني تطبيق معاهدة بلطة ليمان من خلال معاهدة لندن قضت على نظام الاحتكار. طب عايزين نشوف بقى أثر تطبيق معاهدة بلطة ليمان من خلال معاهدة لندن على الزراعة، ثم على الصناعة، ثم على التجارة، ثم على التعليم. يلا بينا نشوف. أولا ايه اللي حصل في الزراعة مع تطبيق معاهدة بلطة ليمان؟ اولا نتج عن ذلك هو توسيع ملكية الارض. اصبحت الارض ملكا لمين؟ اصبحت الارض ملكا للفلاحين يورثونها اينما كانوا وفي اي وقت. 2 اصبح المزارعين يعني الفلاحين احرارا في زراعة ما يشاؤون من الغلات وبأسلوب طبعا اللي هم عايزينه. للأسف لا حصل تأخر في الزراعة. تالت حاجة في عهد سعيد اتلغت ضريبة كان الفلاح بيدفعها اسمها ضريبة الدخولية على المحاصيل وعلى المتاجر اللي موجودة في القرية، ودي كان بمقدار 12%. بعد كده لما حصل بقى ودول اوروبا احتاجت للقطن المصري، نجد ان انجلترا بدات تعتمد على القطن المصري فارتفع سعره. ايضا من ضمن الملاحظات اللي لاحظها في الزراعه في عهد خلفاء محمد علي مع سقوط الاحتكار ان مصر بدات تستدين اموال من الدول الخارجيه خاصه في عهد اسماعيل، وعندما عجزت مصر عن سداد
القروض والأموال في مواعيدها في عهد إسماعيل، حبوا يواجهوا نقص الأموال عن طريق إصدار قانون المقابلة. إيه هو قانون المقابلة ده بقى؟ قانون صدر سنة 71 1871 بينص على إيه بقى؟ بينص على إن الفلاحين الذين يدفعون 6 أمثال ضريبة مرة واحدة تحسب الأرض ملكه، ويقوم بدفع الضرائب نصف المبلغ لطول العمر. يعني مثلا لو فلاح بيدفع في السنة 100 جنيه، لو دفع لي 600 جنيه مقدم هيقعد طول عمره يدفع 50 بس، وكمان الأرض تبقى ملكا له. طب ما نتائج هذا القانون المقابلة؟ إن أصبحت إيه بقى؟ الأحوال الزراعية مستقرة وأحوال الفلاحين مستقرة. ليه؟ لأن الأرض أصبحت ملكا لهم طالما دفع إيه؟ 6 أمثال الضريبة. طيب ده بالنسبة للزراعة وما ننساش قانون المقابلة. طبعا إسماعيل برضه من ضمن حاجات اللي عملها في الزراعة إن هو حب يدخل أساليب جديدة للزراعة. نخش على الصناعة. بالنسبة للصناعة مع سقوط الاحتكار ماذا حدث؟ أولا معظم مصانع الدولة قفلت وإنتاجها قل. اتنين الصناعات الحرفية اتدهورت وساءت مش قادرة تنافس الإنتاج الأجنبي. تلاتة في بعض الصناعات الحربية ظهرت في عهد مين؟ الخديوي عباس والخديوي سعيد. ليه بقى؟ لأن مصر دخلت حرب القرم بجانب تركيا ضد روسيا، فده خلى المصانع بتاعت الأسلحة تشتغل تاني عشان إمداد الجيش بيه الأسلحة. برضه من ضمن الحاجات اللي حصلت اللي هو بالنسبة للصناعة إن إسماعيل زاد في عهده عدد الجيش فاهتم بالصناعة، وأيضا هنجد إن إسماعيل بدأ بقى إيه يهتم بالصناعات التجهيزية والصناعات التحويلية. بعد كده هنتكلم عن التجارة. مع سقوط الاحتكار التجارة الداخلية ما تأثرتش قوي زي التجارة الخارجية، يعني اتضح تأثير إبقاء الاحتكار على التجارة الخارجية، حيث يعني بدأ التجار الأجانب يجوا يبيعوا ويشتروا في مصر، قبل كده كان ممنوع. أما على المستوى الداخلي فلم تتأثر كثيرا، ظل البيع والشراء يعني يعني نقول إن ما اتغيرش قوي. ليه بقى؟ لأن التجار المصريين بقى يعني ممكن يعملوا حلقات للبيع كده بس، يعني في حرية، بينما في عهد محمد علي كان ممنوع. يبقى التجارة الداخلية تأثرت تأثر طفيف، بينما خارجيا تأثرت تأثر كبير بسقوط سياسة إيه؟ الاحتكار. نيجي بعد كده إن من ملامح النقل والمواصلات المرتبطة بالتجارة ومع زيادة أعداد الأجانب إيه اللي حصل؟ تم إنشاء خطوط سكك حديدية بين القاهرة والسويس والقاهرة والإسكندرية، تم تمهيد الطرق والسكك الزراعية، تم تأسيس شركتان للملاحة أحدهما بحرية والأخرى برية. ده في عهد مين؟ في عهد سعيد. بعد كده عندنا بقى مشروع قناة السويس. مشروع قناة السويس ده هدفه ربط الشرق بالغرب. هذا المشروع عندما عرض على محمد علي رفض وقال لا أريد بصورة آخر في مصر. هذا المشروع اللي وافق عليه مين؟ دي سيبس. وهنجد ان مشروع حفر قناة السويس محمد علي رفض وقال لك لا اريد بالصورة الاخر في مصر، ولكن سعيد وافق من خلال فرناند دي ليسيبس، والمشروع بيصل بين الاحمر والمتوسط مباشرة، وبيسهل من القادم من البحر المتوسط يذهب الى الهند. يبقى محمد علي رفض مشروع القناة وقال لا اريد بالصورة الاخر في مصر نسبة للبسفور الدرداني اللي موجود في تركيا اللي كان بسببه بتحصل حروب كتير. بعد ما حصل اهتمام بالنقل والمواصلات، تم انشاء خطوط سكك حديدية، وتم تمهيد الطرق البرية والسكك الزراعية، وتم توسيع شبكة البرق والبريد، واتعملت شركتان للملح. قناة السويس من أهم مشروعات ايه النقل والمواصلات زي ما احنا قلنا، وقلنا إن المشروع محمد علي رفضه، يعني برغم ان هو عمل سكة حديدية لكن هو رفض المشروع دوت،
وقال لا اريد بسفورا اخر زي البسفور اللي موجود في تركيا. طب مين اللي وافق على المشروع؟ سعيد. سعيد اعطى الامتياز لفرناند دي ليسيبس. شروط الحفر كلها ظالمه. ممكن يجي سؤال يقول لك يعني ما وجهة نظرك في مشروع قناة السويس في عهد مين؟ سعيد. البنود، أولا الشروط كلها ظالمة لأنها بتجعل الأرض بتاعة القناة كلها ملكا لمين؟ ملكا لمين؟ أرض ملكا للدولة الأجنبية أو ملكا للشركة الأجنبية. أن تتنازل مصر عن كل الأراضي اللازمة لحفر القناة والأراضي اللازمة لحفر الترعة العذبة، كده مصر أصبحت لا تملك شيء في هذه الأرض. من حق مصر لازم تدفع 4/5 العمال اللازمين لحفر القناة. من حق الشركة تنتزع أي أراضي مملوكة لأي شخص وتعمل لها نقول عملية تعويض، تدي لصاحب الأرض تعويض. كمان من حق الشركة إن هي تستخرج كل المواد اللازمة لحفر القناة، ومصر تاخد من ذلك 15% من دخل القناة والشركة تاخد 85%. ده طبعا مشروع واضح، اي نعم هو مهم بالنسبة لموقع مصر لكن سبب التدخل الأجنبي. ما أثر بقى إلغاء الاحتكار على القوى الاجتماعية؟ إلغاء الاحتكار وإطلاق سياسة الباب المفتوح كان ليها أثر على ظهور قوى اجتماعية جديدة. ما هي هذه القوى؟ مثلا في ملاك الأراضي ظهر طبقة العيان والتافه شأنهم. كمان بدأوا دول يعني العيان دول يتطلعوا إلى المشاركة في الحكم. عندنا في مجال التجار تدهور شأن التاجر المحلي لصالح التاجر الأجنبي. أيضا بالنسبة للصناعات لم تتمكن الصناعات المصرية من مواجهة الصناعات الأجنبية. ده بالنسبة للأوضاع الداخلية والخارجية اللي هي يعني واجهت إلغاء نظام الاحتكار. طيب هنشوف بقى أصل سقوط الاحتكار على التعليم، وده بإذن الله نستعرضه معاكم في الحلقة القادمة. كان معكم محمود عطية مع تحيات مهندس الصوت محمد عبد الرؤوف وتحيات أحمد فهيم.